وما دليل ذلك من الكتاب والسنة؟ لا شك في تحريم الدخان. اسمع يا اخوان، الدخان حرام لأسباب كثيرة. أولا أنه يضر بنفسه، وهذا الضرر في النفس له صورتان: ضرر في بدنه وضرر في ماله. ثم الضرر الذي في بدنه يتعدى إلى غيره، فبصير التحريم يعلو ويتضاعف. المعصية، أي معصية، إما أن يأتي بها العاصي سرا، وإما أن يأتي بها جهرا أمام الناس. فإذا أتى بها سرا فهو عاص لله مرة، وإذا أتى بها جهرا فهو عاص لله مرتين. والسبب في ذلك أن عدوى معصيته تنتقل إلى غيره، فيتضرر الغير بمعصيته في نفسه. كذلك الدخان الذي يشربه الإنسان لا يكتفي بأنه يضر نفسه وماله، بل يتعدى في ضرره إلى غيره. هذا الذي يسمى في لغة العرب بالإضرار، ما يتعلق بنفسه الضرر وما يتعلق بغيره الإضرار. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للمسلم أن يضر بنفسه، فضلا عن أنه لا يجوز أن يضر بغيره. شارب الدخان جمع الخبيثتين: خبيثة إضرار بنفسه على التفصيل السابق ماديا وبدنيا، وخبيثة الإضرار بالغير. لا أعني هنا بالإضرار بالغير كالذي يعلن، هذا شارب الدخان يعلن شرب الدخان أمام الناس، هذا واضح، لكنه بهذا الدخان الذي يبث في الجو الصافي النقي فهو يضر الآخرين. ومعلوم الآن من الأخبار والمجلات الطبية أن سبب الإضرار الدخان في بدن متعاطيه إنما يعود إلى المادة الكمينة فيه، وهي التي يسمونها بالنيكوتين. يقولون هذا الدخان الذي ينفثه شاربه، شارب الدخان هو فيه مادة النيكوتين، فهؤلاء الأبرياء الذين طهرهم الله من شرب الدخان مكرهين من هذا الشارب أن يشموا وأن يبلعوا رغم أنوفهم شيء من مادة النيكوتين هذه. إذن هو جمع المصيبتين في الحديث: الضرر بنفسه والإضرار في غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته بأمته أنه جاءهم بكل خير وحذرهم من كل شر، حتى وصل به الأمر إلى أن ينهى المسلم أن يتعاطى الطعام الحلال، أن يتعاطى الطعام الحلال الذي فيه رائحة كريهة، إذا ما كان من الواجب عليه أن يحضر مجلسا فيشم الجالسون منه تلك الرائحة الكريهة، فنهاه عن هذا الطعام الحلال لكي لا يؤذي غيره برائحة الطعام الحلال
وعرفتم طبعا ما هو هذا الطعام، الثوم والبصل. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن كأن الرسول عليه السلام يقول: أيها المسلم المصلي، لا تأكلن طعاما فيه ثوم أو بصل وتحضر المسجد، كل الطعام فيه الثوم والبصل قبل أن تحضر المسجد، أما إذا أكلت هذا الطعام قبيل حضورك المسجد نحن في غنى عن حضورك المسجد، مع أن حضور المسجد فرض عليه، فرض عليه كالصلاة نفسها. لم يقتصر عليه السلام على هذا التوجيه: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، بل طبق ذلك عمليا، حيث دخل ذات يوم المسجد النبوي فشم من أحدهم رائحة الثوم فأمر بإخراجه من المسجد. وإلى أين؟ إلى البقيع، إلى المقابر، كأنه يشير بهذا التنفيذ العملي أن المسلم الذي يحضر مساجد المسلمين وهو يحمل في فمه رائحة كريهة يؤذي المصلين، هذا لا يليق بأن يعيش مع المصلين، بل ولا مع الأحياء الذين هم خارج المسجد، بل عليه أن يعيش مع الأموات في المقابر. ترى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا ودخل المسجد وشم رائحة إنسان يصلي بجانبه أو من خلفه رائحة ثوم البصل، كان يمكن بوصل المريخ بقى، مش المقابر. ليه؟ لأنه عم يضر المسلمين مش بطعام فيه منفعة. الأطباء اليوم يذكروا منافع البصل والثوم أشياء عجيبة وغريبة جدا، على العكس من ذلك بيذكروا الآن من أضرار الدخان، منه هالمرض الخبيث هذا السرطان اللي يسموه. فإذا كان رائحة الطعام النافع بسبب رائحة الكريهة في المسجد أخرجه إلى البقيع، فإذا شم رائحة شارب الدخان الذي يضر نفسه ويضر زوجه ويضر أولاده، ومن عجب أن ترى بعض الآباء يدمنون شرب الدخان إذا شاف ابنه عم يشرب بناره، حق له أن يناره وما حق له أن يناره. ليه؟ لأنه قدوة سيئة له. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لماذا هو لا ينتهي؟ نشأ على هذا الداء، داء وبيل. ولذلك فلا شك ولا ريب شرعا بأنه الدخان حرام، ربما يكون تحريمه من حيث آثاره السيئة أشد من الخمر التي جاء تحريمها بنص القرآن الكريم. والمحرمات طبعا في الشرع ليس من الضروري أن تكون بنصوص، كلها بنصوص يشترك في فهمها كل مسلم. يعني الآن لو ضربنا مثلا هذه المخدرات التي فشت في بلاد الكفر والضلال، أوروبا وأمريكا إلى آخره، وعم يجهزوا جيوش من أنواع مختلفة لمقاومة انتشار هذا الفساد، وبالكاد أنه يقضوا عليه. ما في عنا نص في القرآن أنه والله الأفيون بكل أسمائه محرم، أو مثلا الحشيش المخدر حلال هو أم حرام؟ لا حرام. من أين؟ لا ضرر ولا ضرار. إذن أخذت الجواب إن شاء الله. طيب باقي معنا 5 دقائق، تفضل.